فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود؟ ما المراد بالعثرات؟ اللي ما تكرر منها الشر ولا عرف بالشر، معروف بالعفة والحشمة، ولكن وقع منه زلة بعض الأحيان ولا توجب الحد، هذا يتسامح في حقه. نعم، إلا في الحدود. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.